ساعة. هيدا الكرة، هيدا الكرة صعبة وخطيرة، صعبة وخطيرة. الكرة لمصلحة أتلتيك بارادو. أول أهداف المباراة في الدقيقة 51. لوسيف كرة مرتدة سريعة عائدة، وبعد ذلك الهجوم المعاكس والهدف الأول لمصلحة نادي بارادو. نعيجي، أول هدف مباراة القمة المحلية في الشوط التالي كان تحت هدف. شاهدوا كيف كان ذلك، والهربة من بوغرا يقدم كرة على طبق مباشرة لهداف الفريق نعيجي، وبسهولة كبيرة في مرمى الحارس كايم رباح. لما استرجع الكرة في وسط الميدان صاب روحه 50 متر بدون رقبة. لاعب لا مدافع، لا مدافع، مدافع غريب. هنا الأفضلية جمال، لاعب اللي يحوس كيفاش افتح بالثانية. حرك أمامه بغير اتجاه مباشرة حسب ما فعل. هيلا ممتازة، هيلا الأرضية، يا سلام تعديل النتيجة من جويدر. لعبة ثلاثية ممتازة من علاس المسرح حسين داي، محضرة كما ينبغي، تنتهي في شباك الحارس مساوي، وبكرة ولا أروع من حراب خرجت من القدم اليسرى لحراب، ملعوبة فوق المرمى. شويتر يعدل النتيجة في الدقيقة 73. على الصورة أمامكم شويتر، أتلتيك بارادو حراب خرجت لكم الكرة بيسرى. هنا جمال تغيير، تغيير خاصة كانت الكرة من جهة اليسرى، غير اللعب، غير الرواق من جهة اليمنى، واللاعب يعيش كان بدون رقبة. قراءة المدافع اللي كان ينتظر في الكرة، كوشينا، كوشينا ولاعب يعني. حراك يا سلام، الله 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 الله، غاسبي يتمكن من الوصول إلى الشباك للمرة الثانية. المصرية في ثلاثة دقائق تغير الموقف وتغير النتيجة بهدفين مقابل واحد. كرة صعبة وخطيرة، وحراك دائما يصنع الفارق بكرته الساحرة والمميزة، وبعد ذلك كاسبي بالرأس فوق الجميع. الهدف الثاني في مرمى الحارس موسوي، والبطاقة الصفراء لكاسبي. الهدف الثالث لكاسبي، أحسن ممرر وأحسن هداف في تشكيلة نصر حسين داي. قراءته جيدة لما طلب الكرة اللاعب، اللاعب حراق اخذ الوقت المناسب لما مرر الكرة اللاعب جامد، كان قادر يمررها القائم الأول ولكن حوس على رأس كاسبي القائم الثاني. لعب بامتياز، وهنا حتى مضبوطة بالميزان